النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه العشر. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني سافر بماله وقتله شهيدا وما سواه، فإن العمل في هذه العشر أفضل من عمل ذلك المسافر. والعمل ما هو؟ هذه الأيام ينبغي أن يعتنى بها بالصيام والإكثار من ذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن والإحسان إلى عباد الله وكف الأذى. إذا علم الواحد منا أن كف أذاه عن الآخرين صدقة منه على نفسه، فيحسن المسلم على هذا ويعتني بهذه الأيام. أيضا بالنسبة للتكبير، أصح ما ورد أن التكبير في العشر هذه إنما يبدأ من صلاة من طلوع الفجر من يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق، هذا لمن لم يكن في مكة. وأما من كان في مكة حاج فمهمته التلبية حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة ينتقل من التلبية إلى التكبير. فيما يتعلق بالأضاحي، من أراد أن يضحي يحرص على أن يصل شيء من أضحيته للمحتاجين، من جيران، من فقراء، من عمالة لا يضحون، من خدم في مسجد ما، يحرص على أن يصلهم شيء من هذه الأضحية بقدر ما يستطيع، شكرا لله الذي من عليه وجعله قادرا، ومواساة لإخوانه الذين لا يجدون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.